شيخنا كيف حال جل الله تعالى وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض اجل وقف الله، وأسأل الله العلي العظيم أن نجتمع بهذا الحب في جنة النعيم. اللهم آمين. نعم أخي شيخي، أنا صراحة في رؤية قصيرة جدا، ممكن أصوتها بسرعة بس. تفضل. ما رأيتك يعني أنت شيخنا الحبيب الشيخ الحسان في بيتي قبل حوالي شهر ونصف، ودخلت في حجرة فيها ستار أخضر، ويعني ودخلت في البيت وجدتك أنت والشيخ محمد يعني في بيتي ويحتمل ستار وفراش. هكذا انتهت الرؤية. طيب جزاك الله خيرا أخي يوسف، إن شاء الله لعل الشيخ يعقب على ذلك. هل معنا اتصالات أخرى؟ السلام عليكم، تفضل أخت سعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. السلام عليكم من رب السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ابا اسحاق؟ الله يحفظك. كيف حالك يا ابني؟ الحمد لله، بارك الله فيك وعليك وحفظك الله من اللهم امين. الله آمين. يحفظك. والله لا يرقب لك جسد. آمين. امين. انا وانت وامه الاسلام. امين. والله والله دائما في بالي بالدعاء في صلاه في اي وقت، اتمنى من الله ان يديم عليك الصحه والعافيه وان لا يحرمنا منك ابدا. الله يحفظك. اللهم امين يا آمين. رب العالمين. الله يحفظك. شكرا أمي الغالية على هذه الدعوات، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنك. جزاك الله خيرا على المشاركة، سعدنا باتصالك. معنا اتصال آخر من أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. والله سمعت الشيخ يعني الشيخ عبد الحق، لو سمحت حضرتك يعني حضورك على الشاشة حضرتك يعني بتغيب علينا فترة، يعني بتبان فترة قليلة، فاحنا عايزين نشغل حضرتك بالبرامج أكثر، والبرامج هذه تترجم للغات مثلا الإنجليزية، اللغات التي لا تعرف عن شيء، كما تعرفت على أيضا مثل الشيخ يوسف كما شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فوائد الفاصيل في قلوبهم من ذكر الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوصل هذا القرآن الكريم إلى هؤلاء الأعجام حتى يفوزوا بالفوز في الهداية الدنيا وفي الآخرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تجمعنا وإياكم في الجنة. آمين. جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا أخ أحمد. جزاك الله خيرا. هل معنا اتصالات أخرى؟ تفضل تفضل اخي الحبيب. السلام عليكم. طب ناخذ تفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا اخي الحبيب من الجزائر، تفضل. اريد التحدث مع الشيخ ابو اسحاق. تفضل تفضل تفضل. وحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. جزاك الله خيرا. وحبك أحب أن أسأل الله لك العافية. آمين. اللهم آمين. الشيخ نسأل الله أن تزورنا في الجزائر يا شيخ. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا أخي الحبيب من الجزائر. السلام عليكم، معنا اتصال آخر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ممكن أكلم الشيخ أبو الحق؟ تفضل تفضل. ممكن أكلم الشيخ أبو الحق؟ أي نعم تفضل. أهلا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنا نحبك في الله. أحبك الله. إنا نحبك في الله مرة أخرى. الله يحفظك بارك الله. والله أمي وأبويا وكلنا نحبك والله. ربنا يحبكم. الله يحفظك. والله يا شيخ إنا في محافظة الشرقية هنا ما نتكلم عليك إلا نقول عليك شيخ الإسلام الشيخ أبو إسحاق الحويني. لا دي واسعة أوي. لا والله هذه أقل ما يقال عليك. لا واسعة أوي دي. لا والله أقل ما يقال عليك يا شيخنا. جزاكم الله خيرا أخ أحمد، شكرا بارك الله فيك. الله عافاك. شكرا. الله يحفظك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ يوسف سوف يرى هذه العواطف الجياشة و... تفضل. السلام عليكم. تفضل يا أختي. أي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. من فضلك ممكن أكلم الشيخ أبو الحق؟ تفضلي. نعم. الله يبارك فيك. كنت عايزة أواجه سؤال لفضيلة الشيخ أبو الحق. هو يسمعك. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كنت عايزة أسأل الشيخ أبو الحق بعد إذن فضيلتك، الناس كيف يعرفوا المنهج السليم؟ يعني الناس العوام اللي هم ما يقدروش يميزوا بين المنهج السليم والمنهج الصحيح. تقصد المنهج الصحيح والفاسد يعني؟ المنهج الصحيح والمنهج الفاسد يعني. نعم. كيف العوام يميزوا، خاصة ان في بعض الاشخاص ممكن يسبوا شيوخ على يعني في اماكن يعني حساسة كالنت وغيره، ويكونوا شيوخ اصلا اهل سنة وناس يعني معتبرين يعني، فالعامي زي يميز يعني مين يسمع ومين يعني مع وجود هذه الفتن ولا تستبدل الشيء. جزاك الله خير. شكرا لك. بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. معنا دقيقتين إن شاء الله. معنا دقيقتين كمان. السلام عليكم. أبو يزن. السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا أبو يزن. نبغى الشيخ بارك الله فيك. تفضل تفضل. معك الشيخ. والله يا شيخ إننا نحبك بالله يا شيخ. أحبك الله. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك يا شيخ، بس نبغى نعرف أشرطتك يا شيخ وكتبك أين تباع بالسعودية عندنا؟ بارك الله فيك يا شيخ. أي نعم. نتمنى عليك تشيدنا على مصدر أو مكان معين حتى نتابع معك يا شيخ. بارك الله فيك. طيب. الله يحفظك إن شاء الله. جزاك الله خير. شكرا أبو يزن. بارك الله فيكم. متصل آخر ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله من الاتصالات. آخر متصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم احمد من السعوديه. تفضل اخي الحبيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ اهلا وسهلا اخي الحبيب. بارك الله فيك. برحب بكم الشيخ ابو اسحاق والشيخ يوسف. اهلا وسهلا. بس في ملحوظه، يعني ما ينفعش بقى يتقال لنا شيخ في حضور المشايخ. لا ولا الاسم مجرد يكون شرف ان شاء الله. الله بارك الله فيكم. نسأل الله عز وجل أن يجمع شيخنا لبس الصحة والعافية. اللهم آمين. آمين آمين. نسأل الله أن يشفيه وشفاء له ورسوله. يعني نتمنى للقناة أن يكون في متوفر في خدمة الترجمة الفورية من وإلى الضيف، بحيث يكون أقدر الضيف وأفضل المشاهدين، بحيث أنهم يفهموا وأوفر لوقت البرنامج يعني. إن شاء الله. هذا مرتقى عالي شوية، بس أسأل الله عز وجل أن يمكننا منه إن شاء الله. بارك الله فيك. وهذا حبا في القناة لا أكثر يعني. جزاك الله خير. بارك الله فيكم. ليس ذلك على الله ببعيد. نكتفي بهذا القدر. لو في خد خبز زيك. طيب نأخذ إن شاء الله بناء على طلب الشيخ كمان خمس دقائق مكالمات تلفونية. السلام عليكم. هل هناك اتصال آخر؟ السلام عليكم. تفضل أخي الحبيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا أخي محمد؟ أهلا وسهلا حياكم الله. والله حوالي ساعة ونصف وأنا أحاول. سبحان الله. الله يبارك فيك وجعله في ميزان حسناتك. ممكن أسلم على الشيخ أبي إسحاق وإحنا منتظرينك بقى لنا ساعة ونصف أيضا وبل أكثر. طيب تفضل. سلم على الشيخ. تفضل. الله يحفظك. اهلا وسهلا شيخ ابا اسحاق. نعم. اني احبك في الله. احبك الله. جزاك الله خيرا. معك الله من الجزائر. اهلا وسهلا. والله انا اشتقنا لك كثيرا. ربي يحفظك. الله يكرمك. ما عايزينكم تزورنا في الجزائر ان شاء الله. ممكن اسلم على الشيخ يوسف؟ تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. إني أحبك في الله يا شيخ يوسف. أنا أحبك في الله. عندي طلب ممكن؟ تفضل تفضل. يا زيك وست. كمان. هو ممكن تدعو لجورج قلوي للدخول الإسلام. طيب حاضر إن شاء الله. He wants you to pray for George. اللهم يا رب.